السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حصة الرياضيات. القيمة الأسبوعية في هذا اليوم هي ترسيخ القيم والعادات، إخواني أصدقاء دربي. الأهداف: في نهاية الدرس يجب أن يكون الطالب قادرا على أن أولا يجد ناتج طرح أعداد من رقمين وعدد من رقم واحد باستخدام قوالب القيمة المنزلية. ثانيا يحل مسائل لفظية تتضمن طرح عددين من رقمين باستخدام إحدى طرائق الطرح. لنتذكر أصدقائي الطلاب عناوين الوحدة: أولاً إعادة تجميع 10 واحدة إلى 10 آحاد الدرس الأول. ثانياً نماذج لطرح أعداد من رقمين وأعداد من رقم واحد. ثالثاً طرح أعداد من رقمين وأعداد من رقم واحد. رابعاً طرح أعداد من رقمين. خامساً استعمال الجمع للتحقق من الطرح. الطلاب، ماذا يسمى هذا الجدول؟ هذا الجدول الآحاد والعشرات ماذا يسمى؟ أحسنتم، يسمى جدول القيمة المنزلية. أصدقائي، لنلاحظ معا النماذج. هنا هذه الأعداد تمثل الآحاد، أما المكعب هذا يمثل العشرات. هنا أخذنا 10 واحدة وتم تقسيمها، تسمى هذه العملية إعادة التجميع. تسمى هذه العملية إعادة تجميع. إذن هذه عملية إعادة التجميع، 10 واحدة إلى 10 آحاد. الآن لنحل التمرين الآتي صفحة 55. اكتب كل مسألة طرح في جدول وأوجد ناتج الطرح. لنبدأ بكتابة الأعداد: 84، إذن 4 آحاد وثمانية عشرات ناقص 47، 4 عشرات و7 آحاد. الآن 4 ناقص 7، هل أحتاج إلى إعادة التجميع؟ نعم، لأن 4 أصغر من 7، لذلك 4 تصبح 14 و8 تصبح 7. الآن 14 ناقص 7، 7، أحسنتم، 7 ناقص 4، 3، إذن الناتج 37. لننتقل إلى التمرين 8، لدينا 62 ناقص 36. إذن 62 ناقص، إذن الاثنان هي آحاد والستة هي عشرات. الآن 36، الستة هي آحاد والثلاثة هي عشرات. 2 ناقص 6 لا نستطيع الطرح، لذلك نحتاج إلى إعادة تجميع، وبالتالي هنا تصبح الاثنان 12 والستة 5. 12 ناقص 6 راح تبقى 6، وخمسة ناقص 3 راح تبقى 2. إذن الناتج 26. الآن أعزائي الطلاب، لننتقل إلى الصفحة 59. أحوط المسألة التي استعملت إعادة التجميع لحلها وأوضح إجابتي. لدينا 54 ناقص 23 و82 ناقص 44. لنبدأ. إذن 54 ناقص 23، 4 ناقص 3، هنا لا أحتاج لإعادة التجميع لأن 4 أكبر من 3، 4 ناقص 3 1، 5 ناقص 2 3، إذن الناتج 31. الآن ننتقل إلى التمرين الثاني: 82 ناقص 44، وبالتالي 2 ناقص 4 ما بتصير، أحتاج إلى إعادة تجميع تصبح 12، والثمانية تصبح 7، 12 راح 4 ناقص 4 فيها بالثمانية، و7 ناقص 4 3. أصدقائي الطلاب، لننتقل إلى الصفحة 61، التمرين الأول: جمع الملصقات. تجمع مريم ملصقات مختلفة. يوضح الجدول عدد الملصقات المختلفة التي لديها. إذن أعلام لديها 8 ملصقات، فراشات 34، طيور 27، زهور 61.
الآن بكم يزيد عدد الملصقات الفراشات عند عن ملصقات الأعلام التي لدى مريم؟ أبين عملي وأرسم. أيضا لدينا 34 ناقص 8. 4 ناقص 8 نحتاج إلى إعادة التجميع فتصبح 14 و2. 14 ناقص 8 26. إذن لدينا الإجابة 26 من ملصقات الفراشة. الآن تمرين 11 صفحة 59. اطرح اكتب الجزء الناقص في لوحة الأجزاء. ما جملة الجمع التي يمكن استعمالها للتحقق من إجابتي؟ لدينا 4 ناقص 24 ناقص 16. لدينا 24 ناقص 16 8. فالجملة الناقصة هي 8. إذن ماذا تعلمنا اليوم يا أصدقائي؟ ماذا تعلمنا اليوم يا أبطال؟ أولا أن يجد ناتج طرح أعداد من رقمين وعدد من رقم واحد باستخدام قوالب القيمة المنزلية. ثانيا يحل مسائل لفظية تتضمن طرح عددين من رقمين باستخدام طرائق الطرح. إلى اللقاء.